نعم أشخاص بكل صراحة نقولها ونعودها، ما زلنا نتساءل عن سر ثرواتهم الفاحشة. احنا ماشي ضد الأغنياء، سمحوا لي أنا الثقافة ديالي ما كتسمح ليش نكون ضد الأغنياء اللي كيخدموا على دراعهم وتيجيبوا الثروة على دراعهم، ماشي اللي كتسهل لهم الأمور، وماشي اللي كياخذوا الديون الأبناك اللي بغاو ويشريوا اللي بغاو ويبيعوا اللي بغاو ويتعطاهم الاحتكار. الأغنياء الذين في وقت الشدة تتضاعف ثرواتهم، في الوقت الذي عموم المواطنين يرزحون فيه تحت ضعف تحت غلاء الأسعار كما قلنا، هذا كله يجب أن يتغير ولن يتغير بعد الله سبحانه وتعالى إلا بجهودكم وجهودكم، وتبقوا مناضلين وتبقوا صامدين وتبقوا في الأماكن ديالكم. ما كانش تراجع الإخوان يا أصحاب القبعات الليمونية، ما كانش تراجع، هالطريق سنبقوا فيها حتى نموتوا لأن بلادنا هذه. حيوا صوت الجماهير الجماهير، حيوا النضال المستمر المستمر، حيوا صوت الجماهير الجماهير، حيوا النضال المستمر. وإذا 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 هزمونا في هذه المرة فإحنا ما عندناش مشكل، الإخوان ديالنا احنا يا كنشوفوا هاد الناس اللي دابا كاينين في الحكومه فين كانوا في 2011؟ علاش ما تبانش الرجله ديالهم ديك الساعات ويخرجوا للشارع ويدافعوا على البلاد؟ تخباو، شي مشى لفرنسا شي مشى ياكل لا، ودابا عاد ولات الرجله ما غتجيكمش الا شريتيو بعض وسائل الاعلام وبعض المواقع الاجتماعيه اللي كيطبلوا لكم ويزمروا لكم. الرجله ما غتجيكمش الا خوفتيو بعض الناس. حنايا نقولها لكم بصراحه، تراجع العدد ديال الترشيحات ديالنا في البوادي لان الناس ما بقاوش قدروا يوصلوا لعند العداله والتنميه، خايفين على ريوسهم. داكشي علاش تعجبت باللي شفتكم اليوم بهذه الكثافه هذه، ولكن كنعرف باللي هذا المغرب فيه واحد العرق اصيل ما كيخافش وما كيتنازلش وما كيتراجعش، واخا يكون مهدد في الوظائف ديالو ولا يكون مهدد في الارزاق ديالو. وبالمناسبه دابا كيتبعوا الاداره فين ما كان شي واحد فيه الريحه ديال العداله والتنميه كيزولوه من المسؤوليه ديالو. علاش؟ علاش هاد الشيء؟ علاش هاد الحكره هذه؟ علاش؟ اش درنا لكم؟ اش دارت لكم العداله والتنميه؟ ساعدتكم في الظروف الصعبه؟ بقيتيو جالسين في الفيلات ديالكم وبقيتيو جالسين في المتاع ديالكم، فهمتيني ولا لا؟ ما مسكم حتى شي واحد. وهاد الشيء النتيجه يعني النتيجه ديالو هي انكم تتبعوهم واحد واحد، وحتى النقابه ديالو حاولتوا تشطبوا عليها مع انها كتستحق تحضر لان عندها اكثر من 3% في القطاع الخاص، 6% عفوا القطاع الخاص. علاش هاد الطريق؟ واش حنا ماشي مغاربه؟ قولوا لنا، لما كناش مغاربه نهاجروا ما نبقاوش في هاد البلاد هادي. حنا مغاربه وابناء البلد وابناء الوطن، وما غنهاجروش وما غنفرقوش بلادنا، وحنا وياكم ما مفكينش. مغربي 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 مغربي، وكيف قلت لكم ما نتخلى على بلادي، تخلى على بلادي، ما نتخلى على الصحراء، وما نتخلى على الصحراء. مغربي 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 مغربي. بالمناسبة وسبتة حتى هي ومليليا حتى هي. نعم اخواني واخواتي، نعم نحن عندنا شروط في عملنا من اصول استقرار بلدنا التي نؤمن بها مرجعيتنا الاسلامية. سر وجود هذه الأمة واستمرارها لأكثر من 13 قرن أو 14 قرن، وجودها واستمرارها وصمودها وتألقها في العالم العربي والإسلامي، ثم وحدتنا الوطنية التي لا نفرط فيها في شبر واحد، ثم ملكيتنا. نعم أنا أقولها بملء فمي ولن أمل من تكرارها، أننا نحن كمغاربة وكأبناء العدالة والتنمية وكأبناء الاتحاد الوطني للشؤون المغرب وكأبناء حركة التوحيد والإصلاح نحن ملكيون. وأظن أن كلامي هذا يضايق بعض الناس، وكم حاولوا الإيقاع بيننا وبين جلالة الملك، كم حاولوا ذلك، ولكن الحمد لله مغربي وجد بلدنا والحمد لله على رأسه ملك عاقل يعرف المصلحة الحقيقية للوطن، ووجد تنظيم سياسي واقعي وعاقل كذلك يعرف المصلحة الحقيقية للبلد. واليوم حتى الناس اللي منا ولا ماشي منا كانوا خرجوا في 20 فبراير يشكرون لنا مواقفنا هاته،
ولكن كاين شي ناس ما بغيناش نكونوا هكذا، بغاونا نكونوا اعداء ديال الوطن، بغاونا نديروا الدوله ديالنا. لا، حنا ما غنكونوش اعداء ديال الوطن وما غنديروش الدوله ديالنا، واخا دير شي حاجه اللي كنشوفوها ماشي صحيحه، مع ذلك حنا كننتقدوا وكنعلنوا على الموقف ديالنا في اطار الاداب واطار التوقير اللازم. وبالمناسبه بغيت نوجه الكلام ديالي لهذاك الممثل ديال الكيان الغاصب اللي خرج البارح كيفرح بالاسقاط ديال العداله والتنميه في الانتخابات ديال 8 جوج تنبير. نقول له انت يلاه جيتي، شنو دخلك في 8 جوج تنبير؟ شنو دخلك في الانتخابات ديال المغاربه؟ طيب دابا جيتي ياك، راك جالس معنا ياك، واخا اجي اشرح لينا عافاك علاش الصهاينه اليهود ديال اسرائيل، تكونوا واضحين علاش هاد الصهاينه كيزعجوا المصلين وكيدخلوا عليهم في المسجد الاقصى وتيضربوهم وتيعتقلوهم، ما كيراعيو لا راجل كبير لا امراه لا دري صغير لا انسان ما دخل حتى في شي حاجه، كيضربوه بطريقه عشوائيه ويشوهوا الصوره ديالهم. علاش هاد الشيء؟ علاش ما راعيتيوش ملي جيتي وكتقولوا لسيدنا نعم سيدي؟ علاش ما راعيتيوش ان سيدنا رئيس لجنه القدس؟ علاش ما راعيتيوش هاد الشيء؟ واش باغي نتطبعوا مع المغرب؟ انا ما نهضرش على الدول الاخرى يدبروا ريوسهم، لكن المغرب مغرب والدول الاخرى دول اخرى. راه المغرب ماشي 50 عام هذه باش تزاد، ولا 70 عام ولا 80 عام، هذا راه المغرب هذا. علاش اللي ما راعيتيوش غير على الاقل هذه القضيه هذه ومشيتيو تدخلوا؟ واش بغيتيو نتوما في المسجد الاقصى؟ باغيين تعبدوا الله؟ واش ما قدكمش الكره الارضيه كلها هي ما قداتكمش؟ سيروا عبدوا الله في اتساع، جايين غير المسجد الاقصى، باغيين تاخذوا المسجد الاقصى؟ ما غتاخذوش. بغيتيو تعرفوا التطبيع الحقيقي؟ التطبيع الحقيقي هو لو كان كانت الحدود مفتوحه وكان ممكن نمشيو لفلسطين وتشوفوا ديك الساعات اشنو. ما غاديش تكونوا واحلين، ما غاديش تكونوا واحلين. على القدس رايحين شهداء بالملايين، على القدس رايحين شهداء بالملايين، على القدس رايحين شهداء بالملايين. الا كانت الظروف ديال بعض الدول المحيطه بكم لزماتهم يتخذوا هذيك المواقف ديال التطبيع اللي نقول لكم حتى واحد ما راضي بها، لا شعوبهم الا الخونه، الا الذين ياخذون منكم الاموال ويقعون في الفساد، لكن الشعوب لا تقبل هذا التطبيع. ولولا ان الحدود مغلقه وان الذهاب الى ارض الجهاد، لان واش نتوما تقتلوا خوتنا في فلسطين وبغيتيونا نرحبوا بكم هنا ونكونوا فرحانين بكم؟ راه خوتنا هذوك. هذوك راه هما مؤمنين، وراه الملك راه امير المؤمنين، وراه رئيس لجنه القدس، وراه هاد الحدود اللي كاينه راه ما كانتش من قبل. راه كان المغاربه ما كيمشيوش للحج حتى ما كيمشيو ما كيعتبروا الحج ديالهم كامل حتى كيدوزوا لبيت المقدس. دابا تحرموا، راه تما باقي حاره المغاربه وبقي باب المغاربه، وطال الزمان ام قصر. انا تنقولها لكم، الا ما كانش فيكم التعقل الكافي باش تتعاملوا نتوما مع المسلمين تما بحال اللي كنتعاملوا حنا مع اليهود هنا. كيفاش كنتعاملوا مع اليهود؟ كنتعاملوا معهم احسن معامله، مواطنين ممتازين محترمين عندهم كافه الحقوق ديالهم. شوفوا واش كاين شي يهودي تيجي تيشكي لكم التعامل ديال المغاربه؟ بالعكس، علاش نتوما ما تتعاملوش معهم بهذه الطريقه هذه؟ الا بغيتيو ديروا هذيك الارض وطن للجميع ديروها وطن للجميع، الا بغيتيو ديروا جوج ديال الدول ديروا جوج ديال الدول، اما لا هذه لا هذه في الاخر ما غتبقى عندكم لا هذه لا هذه. انا كنقولها لكم، كلنا فداء فداء فلسطين الصامده، كلنا فداء وفلسطين الصامده، كلنا وفلسطين الصامده. اخواني اخواتي، احنا وطنيين كنراعيو مصلحه بلادنا وكنصبروا، ولكن تنقولوا لهاد الناس الله يهديكم، ما تبالغوش. المغاربه راه محمد الخامس وصفهم مزيان، قال لولده، قال له راه المغاربه يا ولدي، قال له راه بحالهم بحال الاسد، يمكن ان تقوده ب يعني حبل من حرير، ولكن الا بلغتي عليه راه غادي تشوف منه داكشي اللي ما كتنتظرش. هادو هما المغاربه. كنقولوا لاخواننا الجزائريين رجعوا لله، حنا راه حنا خوتكم، والله ما باغيين بكم حتى شي سوء، ماشي كحزب العداله والتنميه، كدوله وكملك وكحكومه ما تبقاوش قابطين في السراب. راه المغرب راه ما غيتنازلش على الصحراء ديالو، المغرب الا تنازل على الصحراء ديالو ما غيبقاش مغرب.
الصحراء مغربية شرعية تاريخية، الصحراء مغربية شرعية تاريخية، الصحراء مغربية. وتنقول العرب والمسلمين توحدوا توحدوا الأمة. اليوم العالم كيتغير، ما عرفناش المستقبل فين غادي يجي، ما عرفناش المستقبل اش غادي يوقع، ونحن ربما على أبواب حرب عالمية ثالثة. هل سنواجه الحرب العالمية الثالثة مشتتين 50 دولة مشتتة بعضها يكيد لبعض؟ لا، خاص توحدوا الأتراك والباكستانيين والسعوديين والماليزيين ودول الخليج والدول العربية، يتوحدوا على كلمة واحدة ويناصروا بعضهم بعضا وينظروا إليهم عدوهم فيرهبهم، وإلا سوف نكون كما قال صلى الله عليه وسلم يعني قصعة يتدعى إليها الأكلة. هذه كلمتي إخواني لكم ومساهمتي البسيطة معكم في يومنا هذا. وكنت أريد أن أقول للإخوة الذين قالوا ارجع، أنا ما عندي مشكل باش نرجع، ولكننا ما نرجع حتى تناضلوا أنتم مزيان، لا إلا غير على الراحة. أنا خديت النصيب ديالي. شوف، الذين يسمعونني من أبناء هذه النقابة ومن أبناء هذا الحزب ومن أبناء هذه الحركة ومن أبناء الوطن وبنات الوطن جميعا، ما تمشيوش في الطريق الغلطة وتنتظروا توصلوا لنتيجة مزيانة. الانتخابات اللي فاتت كانت عايبة، ومن العيوب ديالها تيقتيوا الأكاذيب، وخذوا البعض منكم الفلوس، وخفتيوا من بعض رجال السلطة، وما نعرف شنو آخر، والحملة ديال تشويه ديال الصورة ديال العدالة والتنمية وديال النقابة في الإعلام الوطني وفي الإعلام بصفة عامة، وعطموا عدم إعطائنا الحقوق، خلكم تتراجعوا. إوا دابا بارك عليكم، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.